دكتورة، يعني هل هناك نصائح محددة للناس اللي يستخدمون المي المالح؟ شنو تنصحيهم؟ والله شنو النصائح؟ يعني هي يعني شنو اللي تقدر تنصحه؟ هو مي مالح ده يأثر على الحلال، شو أقول له؟ يقدر مثلاً يجيب مي صافي يخبطه؟ منين يجيبه؟ إذا يشتري يخبطه لو كله لازم يشتري؟ شقد يقدر يشتري؟ شقد؟ مو إحنا خدنا نناقش يعني بشكل عملي. هي يعني كمعدل الحلال ايش قد ياخذ؟ ايش قد يشرب؟ يشرب كميه كبيره. كم لتر تقريبا؟ يعني يشرب له 20 لتر شويه بالمره. هو على مدار الساعه يعني كل واحد يراد له تقريبا بال 250 200 لتر باليوم. باليوم الراس رقم يعني رقم هو. يعني مو انت نقدر انه عن طريق يعني النقل، هم خطيه هم دا يسوون زين، دا يسوون انه ينقلون من الاساله من هذا، ينقلون يترسلهم ابو الالف لتر 1500، هم هم دا يسوون يعني لا لا عوده للثروه الحيوانيه الا بعوده المياه. اكيد هو لا حياه بدون المي. صحيح. يعني هي هاي سنه رب العالمين مو احنا يعني. نعم.